الكورونا من الألف إلى الياء. بس خلونا نشوف إذا إحنا لايف. نشوف إذا إحنا لايف لايف. يس يس. طيب الآن بدنا نكمل الجزء الثاني من الألف والياء، قراءة الكتاب اللي حكينا عنه اللي أصدرته منظمة الصحة الصينية وترجم باللغة العربية. الآن بدنا نحكي الجزء الثالث اللي هو دليل الوقاية من فيروس كورونا المستجد، الوقاية المنزلية وكيف يجب التعامل مع الالتهاب الرئوي الفيروسي التاجي بشكل علمي، الوقاية المنزلية. 24. كيف نقي أنفسنا من فيروس كورونا التاجي في المنزل؟ 1. ممارسة تمارين رياضية بشكل معتدل ونيل قسط كافي من الراحة والنوم، فلا نبقى مستيقظين لأن هذا كله يمكن أن يحسن المناعة الذاتية. 2. بالحفاظ على عادات النظافة الشخصية الجيدة كتغطية الأنف والفم بالمنديل عند السعال والعطاس. 3. بغسل اليدين جيدا وعدم لمس العينين أو الأنف أو الفم بأيدي متسخة. 4. بتهوية غرف المنزل جيدا والحفاظ عليها نظيفة. 5. بتجنب الأماكن المزدحمة والمكتظة بالناس وارتداء الأقنعة الواقية إذا لزم الأمر. 6. بتجنب ملامسة الحيوانات البرية والدواجن الماشية والماشية والتمسك بعادات الأكل الآمنة وطهي اللحوم الجيد والبيض جيدا. 7. بالانتباه جيدا من الحمى والسعال والأعراض الأخرى للأمراض الجهاز التنفسي واستشارة الطبيب في أسرع وقت في حال ظهور مثل هذه الأعراض. هل يمكن الوقاية من فيروس كورونا التاجي من خلال تناول أدوية فيتامين سي أو أدوية أخرى أو تعقيم المنزل بالخل؟ في الواقع أن معالجة فيروس كورونا المستجد بأدوية فيتامين سي أو بانلجامين غير فعال، وكذلك لا يمكن يؤدي تعقيم المنزل بالخل إلى منع الالتهاب الرئوي الحاد أو فيروس كورونا المستجد والقضاء عليه. لا تنشر الإشاعات دائما. لا يمكن تناول أدوية لا يمكن لأدوية في سي أن تحسن المناعة ولا أن تمنع الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس الكورونا. لا يمكن التعقيم المنزل بالخل أن يؤدي إلى منع لا يمكن التدخين أبدا أن يمنع عدوى الفيروس. طبعا هاي كلها رسمات. 26. كيف نستخدم الكحول الطبي المعقم عند تعقيم المنزل؟ يختار الكثير من الأشخاص استخدام مطهرات تحتوي على 75% من الكحول الطبي، 75%، لكن إذا لم يتم استخدامه بشكل صحيح فسوف يتسبب ذلك في مخاطر على السلامة العامة. أولا، لا تستخدم مطهرات تحتوي على 75% من الكحول الطبي مع الكلور. 2. الكحول من المواد القابلة للاشتعال، لذلك يجب إبقائه بعيدا عن النار والمواد القابلة للاشتعال. 3. عفوا، عند استخدام الكحول الطبي في تطهير المنزل يجب فتح النوافذ للتهوية. 4. استخدام قطعة قماش نظيفة ومغمسة بالكحول الطبي لمسحها أو رشها أو تطهيرها، وإلا فإن تأثير الإيثانول في الهواء سيرتفع مما قد يسبب اندلاع حريق. 5. لا تخزن الكثير من الكحول الطبي في المنزل لأن هذا قد يؤدي إلى مخاطر على السلامة العامة ويهدد باندلاع حريق. 27. ماذا نأكل عندما ينتشر وباء فيروس كورونا المستجد وكيف؟ 1. لا تستهلك الحيوانات المريضة والحيوانات البرية ومنتجاتها، بل اشتري الدواجن الطازجة والمثلجة من متاجر تثق بنوعية منتجاتها قبل تناول الدواجن والبيض والحليب اطهيها جيدا. 2. يجب فصل لوح تقطيع اللحم والسكين لمعالجة الأغذية النيئة والطعام المطبوخ، ويجب أن يتم غسل اليدين خلال تجهيز الأطعمة النيئة وإعداد الطعام المطهون حتى في المناطق الوبائية، وإذا تمكن من طهي اللحوم جيداً أثناء عملية إعداد الطعام يمكن أن نتناولها بأمان أيضاً. 28. كيف يمكن تجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد عندما نذهب إلى الأماكن العامة؟ 1. تجنب الاتصال بحيوانات المزرعة أو الحيوانات البرية دون حماية. 2. تجنب مراكز التسويق والحافلات ومترو الأنفاق والطائرات وغيرها من الأماكن المزدحمة، وكنت بحاجة إلى الخروج يتوجب عليك ارتداء قناع واقي للحد من مخاطر انتشار العدوى. 3. عند السعال والوطاس قم بتغطية أنفك بالكامل بمنديل ورقي أو كوعك المثني، وبعدها قم برمي المنديل الورقي المستخدم
في صندوق القمامة المغلق على الفور أو بعد السعال والعطاس. فاغسل يديك جيدا بالماء والصابون أو المطهر الذي يحتوي على الكحول الطبي. 4. اغسل يديك بعد الذهاب إلى المنزل مباشرة. 5. إذا كنت تعاني من حمى أو غيرها من أعراض جهاز تنفسي وخاصة الحمى المستمرة، توجه للمستشفى في أقرب في الوقت المناسب. 6. خلال موسم وباء الأمراض المعدية ينبغي تجنب لمس أو مصافحة جميع الناس قدر الإمكان. أعطين صورة أنه لازم تلبس كمامة، لا تعرض نفسك للخطر، لا تقم حفلات في أماكن انتشار الوباء، لا مانع من تأجيل المواعيد غير الضرورية عند الطبيب. الجميع يتفق أنه لا ضرورة لحضور أي حفلات الآن. 29. كيف يمكن تجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد في متاجر اللحوم والطازجة؟ اغسل يديك بماء والصابون بعد ملامس الحيوانات والمنتجات الحيوانية المباشرة، وتجنب لمس العينين والأنف والفم بأيدي غير مغسولة. تجنب ملامسة الحيوانات المريضة واللحوم الفاسدة. تجنب ملامسة الحيوانات الضالة أو مياه الصرف الصحي في السوق. كيف نتصرف مع مصابين بحمى خفيفة؟ 1. نضع المريض في غرفة جيدة تهوية بمفرده. 2. نحدد عددا من مقدمي الرعاية الصحية ثم نتفق معهم على اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لإبقاء المريض في حالة صحية جيدة منعزلا عن المرضى ذوي الأمراض المزمنة، ونمنع عنه جميع زيارات. 3. يجب أن يعيش أفراد أسرة المريض في غرفة مختلفة، ولكن إذا كانت الظروف لا تسمح بذلك فابقي كل أفراد على بعد متر واحد على الأقل من المريض. 4. نقلل من أنشطة المرضى ونخفف من عدد المناطق المشتركة للمرضى وذويهم، ونتأكد من أن هذه المناطق المشتركة مثل المطابخ والحمامات جيدة التهوية. 5. عندما يكون مقدم الرعاية والمريض في الغرفة نفسها، يجب على كليهما ارتداء قناع واقي قريب من الوجه بإحكام، وأثناء ارتدائه يتوجب ضبط القناع على الوجه تماما ويمنع لمسه. أما إذا كان أصبح القناع متسخا بسبب بعض إفرازات جهاز تنفسك السعال والعطاس، فيجب استبداله على الفور والتخلص منه بعد التطهير، ويجب أيضا تنظيف اليدين في الوقت المناسب. 6. ننظف يدينا بعد أي اتصال مباشر بالمريض أو ندخل غرفته. العودة إلى المدرسة، خلينا نشوف إذا في حدا. العودة للمدرسة، عند بدء المدرسة يركز المعلمون والطلاب على حد سواء على الدوام المدرسي، وهناك تزايد في مخاطر الإصابة بالعدوى في الأمراض، فكيف يجب على طلاب المدارس تجنب خطر العدوى بفيروس كورونا المستجد أو أي فيروسات أخرى؟ 31. بماذا تفصل؟ ماذا تفعل في طريقك إلى المدرسة؟ العزل الصحي، إذا كان طالباً ينصح لا يستخدم وسائل النقل العام عند الذهاب إلى المدرسة، بل يفضل أن يسير على القدمين إذا أمكن، أو ركب حافلة مدرسية معقمة أو سيارة والديه الخاصة، حرصاً على تجنب الإصابة بالوباء. 2. إذا اضطر إلى ركوب إحدى وسائل النقل العام، ارتدي قناعاً واقياً وتجنب لبس وسيلة النقل التي تركبها بيديك. 3. عند دخول المدرسة ينبغي أن يقبل الطلاب وعي الخضوع لاختبار درجة الحرارة، وإذا كانت درجة حرارة الطالب أكثر من 37.2 درجة مئوية ينصح بالعودة إلى المنزل والخلود بالراحة. 4. احضر معقم اليدين أو الكحول الطبي إلى المدرسة. 32. كيف نقوم بتعزيز الصحة العامة في المدارس؟ توجب علينا الحفاظ على البيئة المدرسية نظيفة، وتحديدا الصفوف ومرات المدارس والحمامات والمكتبات وغرف النوم وغرف نوم الطلاب إن وجدت، والمباني المدرسية والأماكن العامة، واستخدام المعطرات والمعقمات بانتظام. 2. ينبغي على كل معلم أن يفتح نوافذ صفه للتهوية 3 مرات في اليوم، الواحد على الأقل، ويلتزم التدفئة أثناء التهوية. 3. لا بد من إجراء حملة تنظيف يومية على المكاتب والكراسي في الصفوف وتعقيمها بالمطهرات والمنظفات اللازمة. 4. لابد من تجهيز المناطق العامة في المدرسة بالكحول الطبي المحتوي على مواد مطهرة أو معقم اليدين. 5. قم بإعداد حاوية للقمامة أو سلة مهملات خاصة لجمع الأقنعة المتسخة والنفايات بدلا من رميها على الأرض. 33. ماذا ينبغي أن نفعل في الصف؟ 1. ارتداء قناع واقي من جميع أنحاء الصف لتجنب انتشار الرذاذ. 2. حافظ على مسافة آمنة بينك وبين الطلاب. 3. اهتم جيدا بالنظافة عند توزيع الكتب والمواد التعليمية وتداولها مع الطلاب، واغسل يديك جيدا بعد انتهاء وقت الصف مستخدما المطهر الطبي إذا لم تستطع غسلها بالماء والصابون. 4. عند السعال العطاس، غطي فمك وأنفك منديل واقي أو منشفة ونظفه، وتجنب لمس عينيك وأنفك وفمك بيديك. 34. كيف نقوم بالأنشطة المدرسية بين الصفوف؟ ارتدي قناعا واقيا في الأماكن المفتوحة كالملعب أو صالة الرياضة الداخلية، وأنصح بممارسة ألعاب وأنشطة لا تحتاج إلى تجمعات.
2- اجري ترتيبا معقولا للأنشطة الرياضية والتعلم، ويجب أن يكون أنشطة الهادئة هي الجزء الرئيسي خلال فترة الاستراحة. 3- اخترح ممارسة الرياضة بشكل معتدل وتجنب الأنشطة الشاقة. 4- اغسل يديك فور الانتهاء من النشاط الرياضي. 35- ماذا نفعل عندما نتناول طعام الغداء؟ 1- تحقق من سلامة المواد الغذائية الخام بدقة لضمان السلامة العامة. 2- اقترح أن تقوم مدارس تطبيق نظام تقديم الطعام وتوزيع طعام الغداء على الطلاب بشكل موحد. 3- تناول الطعام على دفعات لتجنب تركيز الطالب على في منطقة تناول الطعام، وتأكد على سلامة منطقة تناول الطعام وأدوات المائدة. 36- كيف نضمن سلامة المعلمين والطلاب؟ 1- يجب إعداد بطاقة واحدة لكل طالب، ونظام تسجيل ونظام تفتيش عند فترتي الصباح والظهر، وإضافة إلى إعداد سجلات صحية خاصة بكل طالب وسجل بالأيام التي غاب فيها الطالب. 2- عندما يصاب المعلمون والطلاب بالحمى والسعال والإجهاد والإسهال وأعراض أخرى، يجب عليهم إبلاغ المدرسة بذلك فوراً والتوجه إلى المستشفى في أقرب وقت. 3- ينبغي إلى الاهتمام بصحة الطلاب النفسية والعقلية، وتدريب المعلمين على الاهتمام بصحة الطلاب النفسية والعقلية، وتأهيل غير ذلك من اختصاصيين ومهنيين لتوجيه المعلمين والطلاب معا بهدف تعزيز الوقاية العامة وإجراء المشورة النفسية وتجنب الذعر من عدوى الإصابة بالأمراض. أتوقع هنوقف على هذا، وإن شاء الله نراكم في الجزء الثالث.